هاتين الجلستين، ونتلقى أيضا بحضور السادة أعضاء مجلس الأمناء ما يمكن أن يكون لديكم من أسئلة أو استفسارات. الجلسات بدأت النهاردة في حدود الساعة 1:30، استغرقت الجلسة الأولى قرابة الساعة، والجلسة الثانية قرابة 4 ساعات وأكثر قليلا. حضر من السادة أعضاء مجلس الأمناء 17 عضوا، غاب 4 لأسباب تتعلق بأعذار قهرية أبرزها عدم الوجود في البلاد، وبالتالي انعقد المجلس انعقادا صحيحا. انطلق الحوار الوطني كما تعلمون جميعا من دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية يوم 26 إبريل لهذا الحوار، الذي وصفه هو في دعوته بأنه حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إلى الرئيس شخصيا، مع وعد بقيام سيادته بحضور هذه الحوارات في مراحلها النهائية. بناء على هذه المبادرة، سيد الرئيس كلف حسب ما ذكر في دعوته أن المؤتمر الوطني الشباب يقوم بالإشراف على هذه الدعوة، والمؤتمر الوطني الشباب هو جزء من الأكاديمية الوطنية للتدريب، فأسندت الدعوة إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب التي شرفتني بدورها وكلفتني بدور المنسق العام لهذا الحوار. وهذا الدور المنسق العام مارسنا فيه كل ما ذكرناه في بيانات سابقة ما يخص التشاور مع غالبية الأطراف الرئيسية، سواء السياسية أو الاجتماعية أو النقابية أو المهنية أو غيرها، لكي نصل إلى هذا التشكيل المحترم لمجلس الأمناء الذي يجلس الأعضاء أمام حضراتكم. وهذا التشكيل حظي بموافقات كما أظن إن لم يكن من كل، لكن على الأقل الأغلبية الساحقة من القوى الحزبية والنقابية والمهنية في مصر، ولعل آخرها ما أصدرته الحركة المدنية الديمقراطية بالأمس في بيانها الذي اعتبر التشكيل تشكيلا مرضيا وتحدث عن اختصاصات الجلسات. اليوم الجلسة الافتتاحية وكانت مذاعة كاملة على الهواء مباشرة، وحضراتكم رأيتم فيها نموذجا لما سيكون عليه الحوار: الجدية واحترام التنوع واحترام الخلاف والاختلاف، وإدارة كل هذا بروح توافقية من الجميع، وأشهد بهذا من أجل إنجاح هذا الحوار والوصول به إلى غاياته التي نظمناها في الجلسة الثانية في وثائق أساسية. الجلسة الأولى اللي هي ثلاث يعني الجلسة الافتتاحية كان بها جدول أعمال واضح أصفر عن قرارات. كان هناك مناقشة لقرار تشكيل مجلس الأمناء. مجلس الأمناء هو الذي أصدر قرار تشكيل نفسه، وهذه بادرة أظن أنها جديدة في الحياة السياسية المصرية، وتعبر عن استقلال كامل لهذا المجلس، وأنه كل من أعضائه ينتمي إلى ما يفكر فيه وما يعتنقه، وأنه لا سلطة منشئة للمجلس سوى المجلس. وبالتالي أصدر المجلس قراره الأول بإنشاء نفسه، وأصبح بهذا المجلس قائما بفعل هذا، وطبعا بالاستناد إلى الدستور الذي يؤكد في المادة 5 منه على التعددية السياسية والحزبية، واستنادا إلى دعوة السيد رئيس الجمهورية التي أشرنا إليها، وإلى تكليفه للأكاديمية الوطنية التي كلفت المنسق والذي قام بالتشاور على هذه الأسماء، وبالتالي صدر القرار الأول بتشكيل مجلس الأمناء. قبل أن أشير إلى القرارات التالية، يهمني أن أؤكد على أن ما دار في الجلسة الأولى الساعات 4 كان في الحقيقة مثال في تقديري وفي ظل خبرتي المتواضعة، مثال حي لما يمكن أن يكون عليه أي حوار وطني مسؤول ومتنوع. كان كل الزميلات والزملاء عند قدر المسؤولية وقدر الالتزام أيضا، كل برؤيته وبأفكاره، وقد أثمر هذا وأسفر بعد مناقشة طويلة، وهي المرة الأولى ربما التي يجلس فيها هذا الجمع بهذا التشكيل معا. وبالتالي هناك نقطة يجب أن نضعها في الاعتبار، أنه في مثل هذه الحالات وفي مثل هذه الظروف
غالبا ما يحدث صدمات أو احتقانات، لم يحدث هذا على الإطلاق في الجلسة الأولى. كان هناك مناقشات، كان هناك أخذ ورد، لكن في النهاية الروح التي سادت بين كل زميلاتي وزملائي هي روح المسؤولية عن قبل هذا الحوار عن هذا الوطن. الحوار أسفر عن أمرين مهمين يجب أن نضعهما أمام حضرتك، وثيقتين. الوثيقة الأولى هي إصدار اللائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار الوطني واللجان والفعاليات المتفرعة منه. هذه الوثيقة كان قدم مشروع اقتراح بها خضع لمناقشات وتعديلات، والصورة النهائية لها سيجري إعدادها عاجلا وستكون منشورة أمام حضراتكم جميعا على الموقع الخاص بالحوار، لكننا انتهينا منها للتو وبالتالي لن يتاح توزيعها الآن، لكن التعديلات التي تمت عليها هي أيضا تعبر عن هذه الروح المسؤولة وعن هذا الالتزام بالموضوعية لدى جميع زميلاتي وزملائي، لأن ما جاء بها كان يعبر بعد التعديلات عن توافق تام، لم يحدث اختلاف واحد حول بند واحد في مادة واحدة بحيث نلجأ للتصويت، الأمر تم كله بالتوافق. فهذه الوثيقة الأولى وهي مكونة من 19 مادة، هي اللائحة المنظمة لكل عمل الحوار والمجلس واللجان النوعية والفرعية. الوثيقة الثانية وهي أيضا أمر مهم أن نشير إليه وفي مثل هذه الحوارات يجب أن يكون موجودا، وهي إصدار مدونة السلوك والأخلاقيات بالحوار الوطني. هذه المدونة مقسمة إلى عدة أقسام، وكل قسم به عديد من البنود، ولدينا إجمالا في حدود 25 بند. هذه الوثيقة، وهذا يؤكد أيضا هذه المسؤولية وهذا الالتزام الأخلاقي الطبيعي لدى من يعني يرون أنهم يمثلون فئاتهم أو قطاعاتهم أو حتى هذا الشعب، بمثل هذه لم تشهد خلافا تقريبا إلا في بعض البنود الصغيرة والقصيرة، وأيضا ستوزع على حضراتكم فور إعداد النسخة النهائية منها. بخلاف هذا، الجلسة الأولى لمجلس الأمناء، وده هيبقى واضح تماما في اللائحة، حدد اختصاصات المجلس برضاء الجميع وبتوافق الجميع ودوره في إدارة الحوار وتنسيقه، وأكدت اللائحة ويؤكد مجلس الأمناء أننا لسنا نحن الحوار، نحن إدارة الحوار، نحن ترتيب وتنظيم مواعيده وأجندته ومدخلاته ثم مناقشة مخرجاته ورفعها للسيد رئيس الجمهورية حسب ما نص في دعوته لعرضها بعد ذلك على مختلف الجهات التشريعية وعلى رأسها طبعا البرلمان بغرفتي وعلى الجهات التنفيذية. اللائحة لم تتضمن تصويتا، لا يوجد شيء في اللائحة فيما يعرض على مجلس الأمناء بالتصويت، إما التوافق أو الاتفاق التام، أو إذا كان هناك رأي أو اثنان أو ثلاثة يرى المجلس أنها معتبرة وأنها ترفع للسيد رئيس الجمهورية سترفع كل الآراء مشفوعة بحججها ودراساتها لكي يقرر فيها ما يرى السيد الرئيس، وبالتالي استبعدنا مبدأ الأغلبية أو الأقلية داخل هذه اللائحة، وهذا سيكون نبراس الحوار ككل. نحن هنا لسنا لكي يهزم أحدنا الآخر أو يهزم أحدنا من الآخر، نحن هنا لكي نصل إلى قواعد لإدارة اختلافاتنا أو توافق حول هذه الآراء، والحد الأدنى هو وضع هذه القواعد. وأنا أظن هذه اللائحة وتلك المدونة تؤدي هذا الغرض تماما حتى اللحظة، أنها تنظم الخلافات التي قد تنشأ بين الحاضرين. طبعا لن أطيل عشان أعطي مجال للأسئلة من حضراتكم للسادة والسيدات والسادة أعضاء مجلس الأمناء ولي، لكن هناك قرار مهم اتخذه مجلس الأمناء يتعلق من يحضر الحوار، من مدعو للحوار، والبدء بأن كل مصري داخل هذا البلد وخارجه
كل كيان سياسي أو حزبي أو نقابي أو مهني أو عمالي أو طلابي أيا كان قائم في إطار الشرعية القانونية والدستورية البلاد مدعو لهذا الحوار دون أن تصله دعوة من مجلس الأمناء. والدعوات موجودة لدينا حتى الآن وفق الأرقام التي عرضها المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية، تقدم حتى الآن طلبات مشاركة ومقترحات قرابة 100,000 مقترح. وهناك أيضا سيوزع على حضراتكم تفصيل هذا بكل أنواع الاقتراحات ومجالاتها ومحاورها والقضايا التي اهتم بها الناس. فالجميع مدعوون حتى لو لم تصلهم دعوة. والاشتراك هو عبر البريد الإلكتروني للأكاديمية، وكل من لديه فكرة جديدة أو متجددة أو راغب في مناقشتها هو الأولى بالحضور. الحضور ليس شخصيا، الحضور للأفكار، من لديه أفكار فليرسلها ويتبعها بتوقيعه أو باسمه أو بصفته. ولدينا الأمانة الفنية مجموعة من خيرة الشباب تقوم طوال الوقت وطوال الساعات بفرز وتصنيف كل ما يرد إليها والرد على أصحابه وعرضها على مجلس الأمناء لكي يقرر هذه المحاور. قبل أن أصل القرار، اللجان النوعية واللجان الفرعية المنصوص عليها في اللائحة التي هتوزع على حضراتكم هي موضع قرارات من الاجتماع القادم. الاجتماع القادم للمجلس يوم الثلاثاء 19 يوليو إن شاء الله، هيكون الساعة 12 ظهر. ومنوط به في جدول أعماله هو استكمال تشكيل أسماء اللجان النوعية الرئيسية المحاور واللجان الفرعية، وأيضا اقتراح جدول البدء في أعمال المجلس. طبعا العيد قادم كل عام وأنتم بخير جميعا، فده هيوقفنا قليلا لكن سننطلق وبسرعة بعدها. النقطة الأخيرة وأعود الإجابة عن السؤال من يحضر الحوار، الأصل هو كل مصري أو كل كيان. الاستثناء وقد اتفق بالإجماع مجلس الأمناء عليه هو كل من ساهم في عنف أو قتل أو هدد به المايك يا جماعة. مش شغال؟ لا طب مش هنزوم الاسم. طيب هاي تاني السماعات فيها مشكلة. طيب هكمل من غير مايك مرة أخرى. هلو هلو شغاله. هو عطل فني صغير. لأن المستثنى من حضور هذا الحوار بقرار بالإجماع من مجلس الأمناء هو كل من مارس عنفا أو شارك فيه أو حرض عليه أو هدد به. ولدينا جماعة الإخوان في مقدمة من فعل هذا وهي مستبعدة من الحوار بحسب قرار المجلس. الفئة الثانية المستبعدة من حضور الحوار كل من لم يقبل ولا يقبل أساس الشرعية والحكم في البلاد وهو دستور مصر 2014، لأن من يرفض شرعية الدستور هو انقلابي ويريد أن يقلب نظام الحكم. والحوار كما عبر السيد الرئيس هو حوار وليس قتال، والذي يقاتل ليس له مكان في الحوار.
والمنقلب ليس له مكان في دولة تقوم بحوار سلمي. هذا هو المستثنى. أعيد ثاني مرة أخرى، المستثنى من الحوار بقرار بالإجماع من مجلس الأمناء، كل من مارس أو حرض أو هدد أو اشترك في أعمال عنف وقتل، وبالأخص جماعة الإخوان الإرهابية في مصر، وأيضا كل من لا يوافق على دستور البلاد أو يشكك فيه ولا يرى فيه أساسا للشرعية وللحكم فهو أيضا مستبعد. فمن يقاتل ويقتل ليس له مكان على مائدة الحوار، فبما يحمله من سلاح ورغبة في القتل لا يمكن الحوار معه. ومن يريد أو يرفض الدستور هو يريد أن ينقلب أصلا على الحكم، وبالتالي أيضا ليس له مكان في ساحة الحوار. نحن نأمل، وهذا أمل مجلس الأمناء كله، أن يسير هذا الحوار في مساره الجاد، وأن نسمع ونقرأ ونرى من عموم المصريين ومن كل القوى التي تمثلهم سياسية أو حزبية أو نقابية أو مهنية كل ما يخدم الهدف من الحوار، وهو الوصول لأولويات للعمل الوطني محددة، وأيضا سواء متفق عليها أو مختلف حولها، ولكن كل رأي مختلف له أو لديه ما يدعمه. وأكرر مرة أخرى، سيرفع كل هذا من مجلس الأمناء للسيد رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تشريعية أو تنفيذية. أنا انتهيت من المداخلة، وبفتح الباب قدام حضراتكم سواء الأسئلة لي أو للسادة أعضاء مجلس الأمناء. تفضل حضرتك. مساء الخير، مدحت صفوت من موقع المنصة مع حضرتك. في الجلسة الافتتاحية كانت هناك دعوات واضحة خاصة من الأستاذ عماد الدين حسين إلى رفع أسقف الإعلام وإتاحة الحرية للإعلام، وكمان منذ أيام كانت هناك أصوات برفع الحجب عن بعض المواقع المصرية التي تعمل طبقا للقانون. ما موقف مجلس أمناء الحوار الوطني من قضية حرية الإعلام والمواقع المحجوبة، وبصفتكم أيضا نقيب الصحفيين؟ شكرا. نأخذ سؤالين مع بعض ولا جوابك واحد واحد؟ طيب استاذ محمود سعد، ناخد سؤالين. محمود سعد الدين، موقع بصراحة الإخباري. السؤال الأول، هل الحوار الوطني مرتبط بفترة زمنية فهنقدر نقول إن الحوار سيبدأ في الفترة من كذا إلى كذا؟ السؤال الثاني، ما هو شكل المخرجات من الحوار الوطني؟ هل ستكون في أفكار أم توصيات أم صياغة أخرى؟ حضراتكم هتحددوها. الحوار الثالث، من سيحاور من؟ هل المعارضة ستحاور قوة من الأغلبية أو المحسوبة على الحكومة، أم أنه هيكون حوار مجتمعي عام وطني يضم كل الخبرات المختلفة في كافة المجالات؟ شكرا جزيلا. شكرا زم. طب أنا هجيب على السؤالين. حرية الإعلام لا شك، سواء بصفتي المهنية أو النقابية وكذلك لزملائي جميعا كل بصفته، لا أحد منا يملك أن يخالف دستور البلاد. دستور البلاد به ست مواد واضحة وشديدة الوضوح فيما يتعلق بحرية الصحافة والإعلام وحظر الحبس في قضايا النشر، لا أقول الحبس الصحفيين والإعلاميين، النص مطلق الحبس في قضايا النشر أي ينصرف إلى أي مواطن. كلنا مستندون إلى الدستور، وإذا كان هناك من شوائب هنا أو هناك سواء في تشريعات أو في إجراءات، المنوط بالحوار في مجال الإعلام هو أن يقترح التشريعات والإجراءات ويعلنها. ونحن هنا أيضا أعود إلى اللائحة، اللائحة تقول أن جميع جلسات الحوار وفعالياته علنية ومفتوحة للصحفيين والإعلاميين، ما لم يقرر مجلس الأمناء بخلاف هذا بعض القضايا التي قد يكون الإعلان فيها معوق لمن يشارك فيها عن إبداء رأيه والحقيقة. وبالتالي هذه مسألة منتهية. الأمر الثاني الأستاذ محمود، الفترة الزمنية إحنا الحقيقة لا يوجد مدى زمني، لكن لدينا رغبة شديدة لأننا ننتهي من كل من القضايا الرئيسية التي يمكن أن ننتهي منها سريعا ونعلن مخرجتها للرأي العام. لابد للرأي العام أن يشعر أن هذا الحوار جاد ومنجز، ولن ننتظر حتى ننجز كل القضايا معا لإعلانها. لا، إحنا اتفقنا النهاردة على أنه كل ما يتم إنجازه في صورة بقى، وارجع اللي انت قلته، تشريع او اقتراح اجرائي وتنفيذي، هترفع الامور بهذا الشكل، سيتم اعلانه على حضراتكم في كل المجالات المحاور المختلفة. ليه؟ عشان الرأي العام المصري يشعر بجدوى
الحوار، وأيضا هذه آراء معلنة يحكم بنفسه على جدوى وجدية هذه الآراء. من سيحاور من نحن نتحاور معه في الجلسة العلنية صباح اليوم؟ ربما أنا ذكرت شخصيا أن هذا الحوار هو حوار في الأصل سياسي كما دعا عليه السيد الرئيس، لكن سياسي بمعنى ماذا؟ وقال حوار سياسي شامل حول أولويات العمل الوطني. أولويات العمل الوطني متعددة المحاور، قد تكون في الصحة، قد تكون في التعليم، قد تكون في الرياضة، قد تكون في السياسة الخارجية. في النهاية سياسي هنا تعني أن كل هذه الأولويات سيتخذ بها قرار سياسي، وليس أن الحوار قاصر على السياسة، لأنه السياسة مهمة وهي فن إدارة المجتمعات. ولذلك أتت الدعوة من قمة الهرم السياسي في بلاده رئيس الجمهورية، وبالتالي هو مدرك لأهمية الحوار كل حول هذه القضايا واتخاذ قرار سياسي. والسياسي هنا تعني تشريعي أو إجرائي أو تنفيذي، وبالتالي أنا بقول إن الحوار موجود داخل المجتمع. المجلس أمناء الحوار، أنتم تعرفون كل الزميلات والزملاء وتعرفون جيدا من يحاورنا، احنا بنتحاور معا جميعا. طيب هبص الناحيه دي وارجع لكم، معلش اتفضل. المصري متعطش للعمل السياسي، نحن دخلنا يعني مش عايز اقول التلاجة السياسية، ولكن من 2013 حتى اليوم مفيش ممارسة سياسية. خليني ابدأ يا فندم مع حضرتك بعتاب على الإطالة، ومش عارف ايه السبب الحقيقة، وامنية كنت اتمنى اجد في هذه الامانة من يمثل سيناء ودلتا النيل وصعيد مصر بزيهم وشكلهم التقليدي حتى يكونوا حوارا وطنيا مجتمعيا سياسيا متكامل الأركان. أما عن السؤال، الحقيقة محتاج أعرف شكل الانتخابات القادمة هتكون إزاي. هل سنستمر في فصائل سياسية وتركيبة سياسية وتركيبة سكانية مختلفة، ودلتا وشمال دلتا وجنوب دلتا وصعيد وشمال صعيد، أم سنترك الدوائر، خاصة وأن الدوائر الانتخابية في الفترة الأخيرة فندم الحقيقة ممكن السادة النواب يتفقوا أو يختلفوا في النقطة دي، كانت قاسية جدا جدا على الناس، وبالتالي الناس كان عندها عزوف عن المشاركة السياسية. مش عايزين نوصل لمرحلة التصويت العقابي، عايزين نعمل حوار مجتمعي سياسي ونضع فيه أيضا العملية الانتخابية. والنقطة الأخيرة يا فندم، إذا كنا نطالب بحرية الإعلام، فأرجو أن سيادتك باعتبارك نقيب صحفي مصر أن توجه الدعوة لدولة رئيس الوزراء أن يؤشر على طلب الإعلاميين بعقد جمعية عمومية لنقابة الإعلاميين، هي حبيسة الأدراج أيضا من 2018. عايزين نعرف السبب، هل لنا حق في نقابة أم ليس لنا حقوق في النقابة؟ شكرا يا فندم. شكرا لحضرتك. هرجع لناحية فضل أستاذ وارا. مير مختار من سبوتنيك الروسية. كنت عايز أسأل حضرتك أنه لو الحوار تم بطريقة ديمقراطية مفتوحة بلا حدود وبلا أسقف، ده هيحقق الأهداف المنشودة ولا هيكون في خطوط حمراء للحوار؟ السؤال الثاني، حضرتك في الجلسة الافتتاحية اتكلمت عن أنه إذا لم يتم الاتفاق على حوار محدد فهنضطر نلجأ لبدائل، بدائل جدية ومحددة، فما شكل هذه البدائل؟ مش همشي السؤال. الصبح في الجلسة الافتتاحية حضرتك قلت انه احنا لو ما توصلناش لاتفاق هيتم اللجوء لبدائل، بدائل جدية ومحددة، فما شكل هذه البدائل؟ عندنا علم بيها او لا؟ اشكر حضرتك. طيب انا هجاوب على السؤالين وارجع اكمل. حضرتك الاطالة انا هدعوك الجلسة الجاية، وياريت تقدر تنجز في حوار بهذا الحجم في ربع الوقت اللي احنا بننجز فيه. حضرتك يعني هذا حوار يستحق منا مش ساعات، سحق منها ليالي، واحنا يا سيدي اللي تعبانين مش انت، سيبنا نتعب، احنا عايزين نتعب عشان بلدنا، زهقت من القعده روح مكان ورجع لنا. ما علينا، هذه الاطاله لها ما يبررها. احنا انجزنا النهارده امور رئيسيه، ثلاث وثائق كبيره بمواد طويله وتستحق المناقشه وتستحق ايضا النتيجه اللي وصلنا لها. التمثيل حضرتك، احنا مصر ليست مقسمة جغرافيا ولن نقسمها لا جغرافيا ولا دينيا ولا عرقيا
وإذا كان يعني على الصعيد فأنت تعلم وتدري يعني أو لا تعلم كم واحد من الصعيد أو كم واحد، لكن لن نتحدث من هذه الزاوية أبدا أبدا. هذه زاوية خطيرة لا يجب أبدا أن ننزلق إليها. المهم ليس التمثيل، المهم هو أصوات ومطالب فئات فرعية من المصريين. بذكر حضرتك دستور 2014 الدستور الأول في التاريخ المصري الذي يشير إلى ثقافات فرعية بأسمائها، ونحن نقول أننا نجري الحوار على أرضية الدستور. وبالتالي يعني ما يهدد وحدة الوطن وليس تكامل ثقافاته ليس له مكان في الحوار. شكل الانتخابات أو ماذا ستكون عليه الأمر ده متروك للحوار السياسي، محور السياسي محور رئيسي. الخبراء والسياسيين هيكون لهم أراءهم في شكل النظام الانتخابي، إذا كنت تقصد النظام الفردي أو القائمة المطلقة أو النسبية، ده بالقطع مكانه محفوظ وبقوة في الحوار. النقطة الأخيرة نقابة الإعلاميين، يعني هو شأن يعني موجود، والنقابة صدر القرار بتشكيلها وصدر قانون لها، ونتمنى أضم صوتي لصوت حضرتك لأننا نقيب الصحفيين وهناك نقابة الإعلاميين، لكن أضم صوتي لصوت حضرتك أنه لابد أن يكون هناك تشكيلات نقابية قانونية معتبرة لكل المهن في مصر حسب المادة 77 من الدستور، وخاصة نقابة الإعلاميين. زميلتنا العزيزة، لا يوجد خطوط حمراء في الحوار. الخطوط الحمراء استبعدناها من الدخول في الحوار أصلا. الذي يقتل ويحرض ليس داخل الحوار، والذي لا يعترف بالدستور ليس داخل الحوار. كل من هو داخل الحوار من حقه أن يصل إلى عنان السماء من أجل مصلحة هذا الشعب في الأرض. لا يوجد شيء يحده أبدا، وبالتالي لا يوجد سقف أحمر. البدائل اللي كنت أقصدها وده قلته أنه هيرفع للسيد رئيس الجمهورية إذا لم يكن هناك اتفاق على بديل واحد. إذا كان هناك ثلاثة أو اثنين أو أربع بدائل هترفع للسيد الرئيس في الموضوع الفلاني، اتجاهه يرى كذا وتكلفته كذا وتشريعه مقترحه كذا وهكذا، وهترفع للسيد الرئيس. نروح للناحية اليمين أستاذ عوض. أسمو الأستاذ سمير. أستاذ ضياء، أنا عوض الغنام مراسل إكسترا نيوز. كان سؤالي مباشر حوالين هذا المكان مستضيف هذا الحدث الهام للغاية، وكان هناك جدل إيجابي وسلبي، البعض كان لديه تحفظات حول استضافة الأكاديمية لهذا الحوار. هل ارتاح المشاركون في الجلسة المعلنة والمغلقة حسبما تحدثتم معا إلى أمر استضافة الأكاديمية وهي مؤسسة من مؤسسات الوطن، بعدما عرض قادة الأكاديمية بأنهم سيكونوا على الحياد وأن أبواب الأكاديمية مفتوحة لكل المصريين؟ فدي نقطة مهمة، نريد أن نطمئن الشارع السياسي المصري على أمر عقد هذه الحوارات هنا داخل هذه الأكاديمية الوطنية. شكرا فيك. شكرا. سؤال تاني أستاذ سمير عمر. سمير عمر، قناة سكاي نيوز عربية. بشكل محدد حوارات اليوم وقبل أن تنطلق فعاليات هذه الجلسة كان هناك يعني الفضاء الوطني يطالب بكثير من المطالب، في مقدمتها الإفراج عن سجناء من يصفون بسجناء الرأي أو المحبوسين على ذمة قضايا ذات طبيعة سياسية. اليوم أيضا في الجلسة أكثر من متحدث طالب بهذا الأمر. هل هناك ثمة تشبيك ما بين عمل الأمانة وبين عمل لجنة العفو الرئاسية على سبيل المثال؟ هل سيمثل هذا الحضور يعني زيادة في المطالبات بأن تشهد المرحلة المقبلة إطلاق سراح عدد من هؤلاء أم لا؟ هبدأ بسؤال الأستاذ عوض. الحقيقة يعني استراحة الزملاء أو لا، طبعا ده شعور شخصي، يعني المكان لطيف، الناس وفروا لنا كل شيء، لكن لابد من ذكر أمرين. الأول وهو في الموضوع أن هذه الأكاديمية يرأس مجلس أمنائها الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه، وعندما أسند لها الحوار أسنده انطلاقا مما ذكره كما ذكرت بأن مؤتمر الشباب هو المسؤول عن الحوار، ومؤتمر الشباب جزء من الأكاديمية، والأكاديمية أيضا احترمت وبقوة تنوع السياسي والنقابي وغيره لمكونات الشعب المصري، فاختارت منسقا عسى أن يستطيع أن يخلق توافقا حول مجلس الأمناء. وبالتالي دور الأكاديمية قائم، ونحن بنشكر الأكاديمية وبنشكر الدكتورة رشا عزب المدير التنفيذي على رشا راغب عفوا على كل ما تقدمه لنا من إمكانيات لوجستية وإمكانيات فنية وكل أنواع الدعم الذي يستطيع أن يسهل عملنا، سواء وهتشوفوا ده مدى أهميته لما تيجي الجلسات، وهتبقى في جلسات بالتوازي، وح
هيبقى في جلسات مع بعضها في نفس التوقيت. الأكاديمية لا شأن لها بمحتوى الحوار. والدكتورة رشا راغب صباح اليوم في كلمتها المذاعة أعلنت هذا، وده أمر محترم منها ومحترم منا، وبالتالي كل التقدير للأكاديمية. الأكاديمية الآن هي يعني المسهل اللوجستي والفني والإداري للحوار. أستاذ سمير، حتى الآن تم الإفراج عن مجموعات من المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم بأحكام باتة بقرارات جمهورية. الأرقام التي تحضرني حتى هذه اللحظة أكثر من 450 شخص تم الإفراج عنهم حتى اللحظة اللي بتحدث فيها منذ بدء الحوار. ولا أريد أن أتحدث عما سبق هذا، القرارات الجمهورية بالإفراج عن محكوم عليهم عام 21 وحده فيها أعداد تصل ل 1500 و2000، ولمن يرغب في هذه القرارات أنا سأرسلها له بالأسماء الموجودين فيها. هذا ليس كافٍ، وكل أعضاء مجلس الأمناء منضمين إلى أن يقوم القضاء المصري العادل ممثلا في النيابة العامة أو ممثلا في الدوائر القضائية باتخاذ كل ما يلزم من أجل إنهاء فترات الحبس الاحتياطي لكل من لم يقترف جرما جنائيا أو أسال دما أو حرض عليه أو شارك فيه. وده مطلب ليس فقط من القوى السياسية أو المدنية، هو مطلب قانوني. نحن نطالب بأن يتم الإفراج عن هؤلاء، وأنه سيادة الرئيس يتكرم، وهذه مكنة للرئيس وليست إلزاما عليه، بأن يصدر قرارات العفو الرئاسي كما أصدرها في فترات طويلة سابقة. أنا أظن أن احنا لجنة العفو الرئاسي ده دورها الرئيسي، نحن دورنا هو تحفيز هذا الأمر كمجلس للأمناء. وأنا أظن أنه في الأيام القليلة القادمة وأيضا بمناسبة الأعياد القادمة ربما يكون لدينا أخبار في التحديد بالتأكيد أكثر من صرة في هذا المجال. روح الناحية دي برضه، تفضل يا أستاذ. محمد حميدة، وكالة الأنباء الروسية. في الجلسة صباحا تحدث بعض الأعضاء عن أن الحوار يستثنى منه كل من ذج بالدين في السياسة، فهل هذا الأمر حضرتك سمعت الكلام ده مني ولا من عضو؟ لا، أنا ما قرأته هو مقررات مجلس الأمناء، أي عضو له رأي آخر هذا حقه طبعا ناقشوا خارج المؤتمر الصحفي. تمام، يعني كان هذا يعني كان هذا ما طرح او ما اثير صباحا. هل يستثنى من ذلك كل التيارات الدينيه ام فقط جماعه؟ في سؤال عشان بس انا بنظم الكلام، ذكرت ثلاث مرات مع قطع الميكروفون وعودته من هو خارج الحوار، لم ياتي فيهم ذكر لفكره. تمام، اتى فيهم فقط امرين ثاني بعدهم، من حرض او شارك او ساهم بنفسه او هدد بعنف أو قتال، وكل من يرفض الدستور. أي زميل أو زميلة في مصر مش بس في مجلس الأمناء له رأي غير هذا هو حقه، لكنه ليس سياسة مجلس الأمناء. هناك نحو 400 دعوة أو أكثر وجهت لشخصيات، ما هي الأسس التي وجهت على أساسها هذه الدعوات؟ وهل من الممكن أن توجه دعوات لشخصيات أخرى خلال الفترة المقبلة أم كيف هو الأمر؟ هجاوب حضرتك بعدها، تفضل حضرتك في الآخر. دكتور ضياء، صرحتم منذ قليل انه هذا الحوار، نعرف نفسنا عشان الناس تبقى عارفه، انا محمد جمال مراسل تن تي في. صرحتم منذ قليل ان هذا الحوار مفتوح للمصريين جميعا. المصريين بالخارج بالطبع قطاع عريض جدا من المجتمع المصري، هل تم وضع آلية للتواصل مع المصريين بالخارج للسماع الى مقترحاتهم وما يتطلعون اليه في هذا الحوار؟ بشكر حضرتك، برجع تاني الدعوات انا يعني وده هيتوزع على حضراتكم دلوقتي في هذه الصفحه بس، كل هذه فئات وجهت اليها الدعوات، وحضراتكم هتشوفوا ده هيتوزع على حضراتكم دلوقتي سواء الكترونيا او ورقيا. احزاب، مجتمع مدني وجامعات اهليه، نخب سياسيه وفكريه، صحفيين واعلاميين وفنانين ومثقفين، اعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مجالس قوميه متخصصه، شخصيات حقوقيه، نقابات، بمعنى عدد وافر. لكن برجع تاني بأكد على المعنى اللي قلته من شوية، توجيه الدعوات ليس معناه أن الحوار مقصور على من وجهت إليه الدعوة. كل صاحب فكرة
مدعو بحكم فكرته. وأنا بأكد مرة ثانية على مدار الساعة الأمانة الفنية كل ما يصلها، وده هتلاقوه برضو في الورق اللي هتستلموه، بتدرس كل الأفكار وبتعرضها بهذا الشكل، وبالتالي كل صاحب فكرة مبتكرة أو متكررة بمعنى الإلحاح فيها من آخرين ولديه ما يضيفه هيضع الحوار بدون أن يطلب هذا، وده هيبقى شغلنا الشاغل خلال الفترة القادمة. المصريين بالخارج من ضمن هذه أيضا الفئات اللي الحوار يعني متواصل معها، لدينا تواصل مع عدد كبير من المصريين في الخارج، وأيضا تنظيم مشاركتهم كمان، وأنا بأكد مرة أخرى الدعوات للحوار والحضور ليس شيئا فرديا، حضور الحوار ليس وجاهة سياسية، حضور الحوار عطاء وطني، الفكرة ستأتي بصاحبها إلى أعلى مستويات الحوار، الرغبة لمجرد الرغبة لن توصل صاحبها إلى عتبة الحوار. شبه الكلام صريح وواضح للجميع، البريد الإلكتروني مفتوح، كل ما لديه فكرة حقيقية تصلح أن تعدل شيئا نشكو منه في هذا البلد أو تضيف إليه شيء وتتخذ شكلا تشريعيا كمقترح أو إجراءا تنفيذيا، بالقطع سيكون مدعون للحوار، والجلسات زي ما قلت من شوية هتبقى علنية. طب من الناحية دي بتفضل حضرتك. شكرا جزيلا أحمد حسين من قناة الحرة. سؤالي لحضرتك بخصوص الدعوات التي وجهت للمشاركين في هذا الحوار، وحضرتك ذكرت قبل قليل أن جميع المصريين مدعوون للمشاركة بأفكارهم افتراضيا، ما هو شكل الحوار؟ يعني هل سيكون لجان نوعية ولجان فرعية يرأسها أحد أعضاء السادة من مجلس الأمناء تقوم بدعوة أفراد معينين للمشاركة في الحوار ثم تلخص وتقدم ما انتهت إليه الجلسات، أم أن المجلس سيناقش الأفكار التي وردت إليه إلكترونيا ويتناقش ويتباحث بشأنها ويصل إلى توصيات؟ يعني شكل الحوار كيف سيتم؟ شكرا. حضرتك حد من الزملاء جنبك تفضل، أو لا لقدام، أنا الراجل ده ظلم. أيوة هو ده. الديب أحمد من موقع صدى البلد الإخباري. كان ليه سؤال حضرتك، كلمت عن استبعاد الإخوان، ماذا عن من كان له علاقة بهم أو تورط معهم؟ يعني علاقة؟ علاقة من الأحزاب أو القوى السياسية الأخرى. برضو اشرح لي. كان له علاقة بيدعمهم يعني أو بيساندهم؟ يعني إيه بيدعمهم؟ اشرح لي عشان أجاوب إجابة أعرف يعني إيه؟ تعاطف معهم. يعني إيه تعاطف؟ المعنى القانوني يعني إيه تعاطف؟ أنا قلت أربع حاجات: قتل أو شارك أو حرض، والتلاتة في قانون العقوبات لهم نفس العقوبة اللي هي 16، التلاتة عقوبة واحدة، لو إعدام للي قتل، إعدام للي شارك، واللي حرض واللي هدده. التعاطف ده يوجد لي شكل قانوني وأنا معك وجوك، لو ما لقيتش فكر ومؤتمر الصحفي الجاي نسأل بعضنا. احنا موجودين هنروح فين؟ طيب ماشي، اتفضل حضرتك. اسلام غريم، برنامج حديث القاهرة. احنا بنتكلم على ان كل المصريين مدعوين للمشاركة، ولكن المصريين اللي بيتابعونا دلوقتي على الهواء مباشرة ممكن يتساءلوا، انا لو عندي فكرة وعايز اوصلها، ايه هي الآلية اللي انا ممكن استخدمها عشان اوصل فكرتي؟ شكرا فندم. شكرا. طيب انا يعني اخد سؤال اخير من ناحية، اتفضل يا استاذ عشان برضو يعني ما نقفلش حق ال اتفضل. مروة العدوي، بوابة أخبار اليوم. ما هو متوقع أن يجني صحفيين من ثمار الحوار الوطني؟ مش معنى صحفيين؟ أنا صحفيين؟ منا لكم بالح؟ إيه؟ مش منا لكم بالح؟ حقيقة نكيب صحفيين لازم يكون لنا أولوية. يعني حضرتك يعني استكمال حاجة وبس على الأستاذ إسلام، طرق التواصل، طريقة دخول موقع الحوار الوطني اللي هو على الموقع الأكاديمية، في بريد إلكتروني وفي واتس أب وفي كل، يعني دول طريقتين، وانا اظن ان احنا بنقضي 90% دلوقتي مع تليفوناتنا، فاحنا اخترنا وسائل يعني جوه عنينا اللي هي جوه جيبنا اللي هي جوه تليفوننا، وما قلناش لا بريد بعلم الوصول ولا مسجل ولا حاجه خالص، واحنا قاعدين في 18 ساعه في اليوم على التليفون، لو حابين بنبعت رساله، مش حابين ده قرارنا. احنا بنرحب بكل من يرغب في المشاركه. حضرتك أيضا بنفس الطريقة اللي أجبت بيها على فئات المصريين، نعم الصحفيون موجودون في الحوار
والإعلاميون والمواطنون تحت بند أعرض اسمه حرية الرأي والتعبير، واسمه خلق إعلام يليق بهذا البلد. كل ما يؤدي إلى هذا الأمر داخل الحوار، كل ما يتعلق بمصالح الصحفيين في انقبتهم عندنا بس مش في الحوار، وإحنا بنبذل كل من يبذل في مجاله جهده فيما يخص مهنته أو نقابته. المطالب الرئيسية اللي تتعلق بالمجتمع المصري والصحفيين بيعبروا بالتأكيد والإعلاميين كمان عن موضوع الرأي والتعبير، اللي هو زي ما قلت 6 مواد في الدستور. مهمة الحوار مش إن هو يعني يجامل فئة، لا، أن يطبق أحكامه أي أحكام الدستور فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير، وأيضا إصلاح الإعلام ضمن أشياء كثيرة الحوار الناس متوقعة أن يقوم بإصلاحه. عفوا حضرتك، شكل الحوار هيحدد، انا قريت جدول الاعمال اللي جاي، وشكل الحوار حضرتك احنا يعني غير متعجلين لاعلان اشكال قد تكون وفقا لمعلوماتنا الحاليه وتغيرها بكره غير عمليه، لكن من المؤكد ان هناك محاور رئيسيه ونص عليها في اللائحه، ومن المؤكد ان هناك لجان نوعيه كبيره لهذه المحاور، ومن المؤكد انه ستكون هناك لجان فرعيه تتفرع من اللجان الرئيسية. يعني لما نتكلم مثلا عن المحور السياسي، المحور السياسي لا يمكن أن يتم في لجنة واحدة لأنه قضايا متعددة، المحور الاجتماعي قضايا أكثر تعددا، المحور الاقتصادي كذلك الأمر، في مالي وفي نقدي وفي اقتصادي وكذا. وبالتالي ده أمر حيحدد مع مجلس الأمناء وحيوضع جزء منه في اللائحة، والباقي هيبقى خاضع لقرارات المجلس عشان الحوار يبقى حوار جدي، وايضا يفضي الى شيء مش مجرد ان احنا بنتبادل الاراء قدام حضراتكم ولا ننتهي الى شيء. ان حاضر في حد، اتفضل استاذ احمد. احمد عثمان، قناه العربيه. دكتور ضياء، هل سيكون هناك لقاءات مباشره ما بين حضراتكم كاعضاء في مجلس الامناء مع رموز مثلا من المعارضه، من خلال لقاءات يتم فيها طرح ارائهم ومشاكلهم بشكل مباشر سواء علني او في جلسات مغلقه؟ لان البعض بيحذر بان فكره اللجان التي تفرع باللجان اخرى ربما التفاصيل تتوه، فهل سيكون هناك فكره ان يكون هناك لقاءات مباشره يتم فيها طرح الاسئله او المخاوف من خلالهم الى حضراتكم بشكل مباشر؟ ماشي، اللي قدامك بقى عشان ندي فرصه. ماشي، اتفضل انت واللي قدامك بعدها. كريم صبري، مراسل قناه اي تي سي. بسال حضرتك يا فندم عن يعني توقعات حضرتك لحاله النقاش اللي هتكون ان شاء الله في الحوار، خاصه ان الحوار بيشمل عدد من الاحزاب السياسيه وبما فيهم المعارضه. سؤالي الثاني لحضرتك، وهو يعني كيف سيصل هذا الحوار للشعب او المواطن المصري البسيط في الشارع المصري؟ شكرا جزيلا. طيب انا بشكر. طيب حضرتك تفضل السؤال الثالث. برحب بحضرتك في البدايه. كنت عايز اسال حضرتك سؤال، يعني في بعض الملايين قدام شاشات التلفزيون، اولا حمدي بكري جريده فيتو، يعني ايه اللي وجه الاستفاده اللي ممكن المواطن البسيط اللي قاعد قدام التلفزيون يقول انا هستفيد ايه من الحوار الوطني بعيدا عن القوى السياسيه او المشاركين؟ يعني شكرا. شكرا لحضرتك. طيب انا استاذ احمد، مقابلة رموز من قوى المعارضة أو غير المعارضة، هذا الحوار زي ما قلت هو حوار ما بين الجميع، وفي مقدمة الجميع عندنا قوى سياسية وأحزاب ومثلة في أحزاب. وأنا هنا هقول الشيء اللي ما قلتوش في البداية، أن هذا الحوار هو ربما، مش ربما، ده باليقين الحوار الأول من نوعه منذ ثورة 1952، ثورة يوليو، الذي يحظى بقبول جميع القوى السياسية والنقابية والحزبية بلا استثناء. هذا لا يعني أنه ليس هناك أصوات نحترمها لأفراد بعضهم رفض الحوار وبعضهم يضع ضمانات أو يطلب ضمانات، لكن القوى السياسية بالمعنى المعروف حزبيا أو سياسيا لا أعرف قوة واحدة رفضت هذا الحوار. واللي عنده قوة رفضت يقول لي داخل هذا البلد، وبعض القوى خارجه بمن فيهم من نحن نرى أنهم غير جديرين بدخول الحوار بيحاولوا يعني الإيحاء بأنهم يرغبون فيه. وبالتالي الحالة
المصرية السياسية بكل أطيافها وألوانها موجودة، ومش موجودة بس في الجلسات الحوار هتكون، لا، السادة ممثلي القوى السياسية بما فيها المعارضة بالقطع هم زيهم زي الآخرين، من حقهم الحضور، من حقهم المشاركة. مجلس الأمناء يعبر عن تشاور واسع جدا مع الجميع، سيدات والسادة المحترمين اللي موجودين هم تمثيل واسع لحاجات كتير في مصر، ما حدش فيهم بيقدم نفسه باعتباره ممثل الحاجة دي، لأن في كيان نشأ اسمه مجلس الأمناء، نحن جميعا أعضاء مجلس الأمناء الآن، انحيازاتنا أفكارنا جهاتنا هنعكسها في أفكارنا، لكن مش هرفع إيدي وأقول أنا فلان الفلاني ممثل الجهة الفلانية. في الحوار وفي جلساته وفي أعماله من حق الجميع أن يقول أنا ممثل الحزب الفلاني وأرى في القضية دي الفلانية دي الشيء الفلاني، ده أمر من طبيعة وصميم الحوار. التوقعات زي ما حضرتك يا أستاذ كريم هو نفس الإجابة، يعني الأحزاب المعارضة موجودة وكل القوى السياسية موجودة بلا استثناء، وكل يعبر ويستطيع أن يكسب جولة في الحوار أو أكثر أو يكسب عند الرأي العام، ده منوط بجهده وقدرته على الإقناع، لكن لا أسقف، مرة ثانية بأكد لا أسقف للحوار. كيف سيصل الحوار؟ هذا بتسأل وده نفس السؤال، هيوصل للناس ببساطة شديدة. احنا يمكن وده الأمانة الفنية أعلنته في أرقامها، أنا شخصيا مفاجأ بحجم الاهتمام بالحوار، يعني من واقع سواء خبرتي السياسية أو النقابية أو الأكاديمية في البحث في النظم السياسية مفاجأ بالإقبال، وبالتالي هذا الإقبال يعكس حاجة عند المصريين لباها الحوار وطريق يطرح المصريين من خلاله أفكارهم، وبالتالي وصوله إليهم رهن بأن يصل كل المشاركين في الحوار إلى نتائج تطبيقية سواء تشريعات أو قرارات أو سياسات تلبي ما يريد المصري، مش كله عشان ما يذهبش سقف التوقعات إلى أعلى ما نعتقد. نحن لا ننشئ دولة، الدولة المصرية قائمة، نحن نقوم الآن بوضع ملامح لجمهورية جديدة في هذه الدولة القائمة تجعلها أفضل مما هي عليه الآن، ويبقى عنوانها العريض المشاركة، معا معا نصنع هذه الجمهورية، معا دي محتاجة جهد من مجلس الأمناء ومن المتحاورين، عشان المصريين لا يشعروا، زمان كانوا بيقولوا كلام جرايد، مش عايزهم دلوقتي يقولوا كلام حوارات، عايزين نوصل نتائج، وده مش عندنا بس، هذه قناعة عند كل زملائي وزميلاتي المحترمين في مجلس الأمناء. طب ماشي تفضل، عشان كده آخر سؤالين من هنا وسؤال من هنا ونمضي. نورهان خفاجي صدى البلد، كنت عايزة أسأل حضرتك بخصوص أنه موعد، هل هناك مدة زمنية محددة منذ أجبت عن هذا السؤال؟ لا، مدة زمنية محددة لعقد الجلسات مجلس الأمناء عشان نبدأ حوارنا الفعلي منذ إعلان الرئيس النهار. تاريخ الجلسة وجدول أعمالها، تاريخ الجلسة 19. الثانية يوم 23، ولكن نسيت يوم 23 مش 23 خالص، 23 عوضي يا نورهان، عوضي يا نورهان ركزي، 19. أنا قصدي يا فندم متى تمتد الجلسات، نستهدف كم جلسة مجلس الأمناء، كم جلسة وصولا إلى تنظيم طاولة الحوار نفسها وليس علاقة بالجلسات مجلس الأمناء. تمام، بنستهدف مدة زمنية قد إيه عشان يعني كم شهر أو كم جلسة هيحتاجها مجلس الأمناء عشان نوصل لطاولة الحوار نفسها. طب الوراكي زميلتك عشان طب أنت ماشي يلا. أحمد غنيم قناة النهار، بتحدث عن الجلسات نفسها، هل ستكون معلنة ولو حتى مذاعة على الموقع الرسمي للحوار الوطني أم ستكون مغلقة وسيكون هناك بيانات فقط أو تصريحات بنتائج الجلسات؟ شكرا. جارتك بقى آخر سؤال الناحية، تفضل يا أستاذ. فريدة محمد، مساعد رئيس تحرير جريدة روزا اليوسف. أنا كنت عايز أسأل حضرتك فيما يتعلق بالأولويات الخاصة بهذا الحوار، كيف سيتم تحديد الموضوعات والأولويات، يعني ما القضايا التي سيتم اختيارها في الأولوية، يعني ترتيب الأولويات كيف سيتم، ده السؤال الأولاني. كنت عايز أسأل حضرتك، البعض قابل الحوار الوطني بتشكيك وفي نتائجه وفي إمكانية أن يؤدي إلى جديد، كيف ترى هذا التشكيك؟ طبعا والبعض طرح شروط للحوار
كيف تتعاملون مع فكرة الشروط المطروحة للحوار أو مبدأ الشروط؟ أحد أعضاء مجلس الأمناء بالأمس على قناة الجزيرة طرح فكرة أن موضوع العدالة الانتقالية سيكون ضمن هذا الحوار الوطني، كي يعني ما تعليقك على هذا الأمر؟ طبعا هو طرح هذه الفكرة في معرض سؤاله عن دعوة عناصر الجماعة الإرهابية، وقال أن موضوع العدالة الانتقالية قد يكون على أجندة الحوار أو سأطرحه ضمن أجندة الحوار. ما تعليقك على هذا الأمر؟ شكرا جزيلا. مشكور حضرتك. طيب، تنظيم الحوار يا أستاذ نورهان، الجلسات اللي انت سميتيه كده، يعني الجلسات القادمة لمجلس الأمناء هدفها الرئيسي هو وضع أجندة الحوار بمواعيده وموضوعاته ومواعيد انعقاده، وده هيتم من أول جلسة 19، وعندنا زي ما ذكرت في جدول الأعمال اللجان النوعية واللجان الفرعية وكمان الناس اللي هتبقى مسؤولة عنها، كل ده مطروح بالإضافة لجدول زمن هيبقى مطروح على حضراتكم جميعا، وده دور مجلس الأمناء هينتهي منه بأسرع ما يستطيع. الجلسات في الأصل علنية زي ما ذكرت، المنصوص عليه في اللائحة علنية، ويحضرها الصحفيين والإعلاميين، وإحنا عندنا هنا في الأمانة الفنية الجلسة الصباحية كانت بتبث بس مباشر على موقعنا وعلى صفحتنا على الفيسبوك، وبالتالي ما لم يقرر مجلس الأمناء باتفاق مع المتحاورين، إذا كان في بعض القضايا البعض شايف أنه هيعبر أفضل في غير العلنية، ده هيبقى قرار مجلس الأمناء. أستاذة فريدة، أولويات الحوار أيضا ستتحدد عبر مجلس الأمناء مما يأتينا من الأمانة الفنية، مما أرسل من مقترحات، وأيضا مما يطرعه السادة أعضاء مجلس الأمناء. لكن ما فيش حاجة اسمها هنعمل حاجة ونوقف لغاية اللي بعدها، لا، احنا هنسير بالتوازي، هيطرح أكثر من قضية وأكثر من لجنة نوعية أو فرعية في نفس الوقت عشان ننهي الجلسات في أسرع وقت. حضرتك أنا يعني في تعبيرات بسمعها ما بفهمهاش أو بحاول ما فهمهاش، أنا ما أعرفش حاجة اسمها تشكيك، ما بفهمش تشكيك، ما بفهمهاش، هي كلمة عامة، لأنه المختلف أنا شايفه مشكل، هو حق طالما لم يقتل، لم يحرض، لم يهدد، لم يرفض الدستور، ما دون هذه الأشياء أسميه رأي آخر، هو حر فيه يقول زي ما عايز. شروط، لم نتلقى شروط من أحد، لم تطرح قوة سياسية واحدة أو تجمع لقوة في مصر شروط، ما طرح، وهذا حق اللي من طرح، اسموها ضمانات. تدقيق المصطلحات مهم، لانه بناء الثقة اهم، وبالتالي فلنعطي ولنفسح يعني عقولنا وصدورنا للاختلاف، المختلف ليس مشكك، المختلف مختلف، والمتفق متفق، ولا يجوز اتهام المتفق لا في نيته ولا ذمته، ولا يجوز اتهام المختلف لا في نيته ولا ذمته. افندم ما لسه ما اعرفش يا نورهان، لسه صبر يا نورهان، لسه صبر جميل، صبر جميل. اخر اجابه لحضرتك، اللائحه نصت نصا صريحا على ان المتحدث الرسمي باسم المجلس الامناء هو فقط المنسق العام، ودون ذلك لكل عضو في مجلس الامناء ان يدلي برايه باعتباره رأيه أو رأي من يمثله في أي وسيلة إعلامية أراد ويدافع عنه، هذا رأي الشخصي، لا نستطيع ونحن في حوار أن نصادر على أقرب زملائنا والذين يدل الحوار فأن يبدو آرائهم. وأنا يعني هقرأ على حضرتك المادة 12 في اللائحة. المنسق العام هو المتحدث باسم مجلس الأمناء، وله الحق في الإدلاء ببيانات صحفية أو عقد مقابلات إعلامية باسم المجلس دون أن يخل ذلك بحق أعضاء مجلس الأمناء في التواصل المجتمعي أو في التعبير عن آرائهم الشخصية فيما يتعلق بالموضوعات المعروضة على الحوار، وذلك دون استباق نتائجه. نص واضح وأجمع عليه، وبالتالي حضرتك أنا عايز بس ما نتخضش كتير، وفي حالة جديدة لازم نشعر بيها اسمها حالة الاختلاف والخلاف،
وانه هذه الحاله لابد ان احنا نجبر انفسنا ونتحدث عن نفسي اولا وعن المختلف معي ثانيا، ان يعرض خلافه ويسنده بدليل او راي عشان يقنع باقي الناس، لا ان اتمترس انا شخصيا وراء فكره سياسيه او ايديولوجيه واعتقد انها الحق المطلق ولا انت. وبالتالي الحوار هو بين يعني شركاء، مساحته مشتركه او مساحاته مشتركه، وده شعارنا عايزين نخلقها بهذه الروح الجديده. اخر سؤالين الناحيه دي. طب انت زي بعض يلا. معلش يا فندم، كنا طارق رمضان مع حضرتك النهار برلماني. لا لا براحتكم. سياده النقيب، كنا عايزين بس نسال حضرتك، طبعا مجلس الشيوخ اصدر بيان من عده ايام يعني بيوضح فيه ان هم مشاركين في الحوار وعدم اسناد الحوار الوطني لمجلس الشيوخ، فياريت بس نوضح المعلومه دي للراي العام بخصوص بيان مجلس الشيوخ. تمام. ان حد اتفضل اخر اثنين. محمد يحيى، صحفي من موقع القاهرة 24. أولا يعني أهنئ سيادتكم بالأصالة عن نفسي وعن جموع الصحفيين إسناد المسؤولية الوطنية لسيادتك كنقيب الصحفيين، وأتمنى من الله أن يسدد خطاك وأن يعينك عليها. ثانيا يعني يهمني ويهم كل مواطن ويهم كل القوى السياسية والتيارات السياسية في هذا الوقت وفي هذه المناسبة الوطنية الخالصة أن يعرف، وإن كنا جميعا سنجتهد في هذا الأمر، توصيات واتصال السيد الرئيس صاحب هذه المبادرة الوطنية الخالصة. يهم جموع الشعب المصري أن يعرف آخر توصيات وآخر حديث بينكم وبين فخامة الرئيس، لأن يعني من غير العادي أن يفتقد موقف الرئيس وهو الداعي الأول وهو الضامن الوحيد لجدية هذا الحوار الوطني. شكرا للسيد. شكرا للسيد. حضرتك تفضل اخر سؤال. قناة صدى البلد. يعني الكثيرين بيسألوا عن فلسفة الحوار، هل رسم ملامح جمهورية جديدة أم تعديل مسارات البعض يراها يعني لابد من تعديلها؟ ثانيا، خلال جلسة الافتتاحية دار الحديث من أحد السادة الأعضاء بخصوص الحبس الاحتياطي، هل سيكون هناك يعني ده ملف هيكون مفتوح، وخاصة كانت هناك بعض المطالب بإعادة النظر في قصة الحبس الاحتياطي؟ ثالثا يا فندم، سؤالي الأخير الخاص بي، هل ستكون الاستجابة لبعض المطالب في الحوار الوطني استجابات سريعة أم سننتظر لنهاية الحوار الوطني لكي يتم النظر في كل مطالب القوى السياسية؟ شكرا يا فندم. شكرا لحضرتك. آخر سؤال من حضرتك تفضل. علي الحوفي، للعين الإخبارية. هل في موعد مقترح لبدء الحوار رسميا؟ مش مجلس الأمناء. طب احلف لك بيه عشان تصدق. ثانيا، احنا بنعمل ايه دلوقتي؟ بنحضر لدوري كرة القدم؟ احنا في الحوار يعني. ادخل في اللي بعد. اللائحة متى سيتم توزيعها الصحفيين؟ مش هجاوب. خلال ساعة؟ ماشي طيب، خلال ساعة. طيب قبل ما اجاوب على الأسئلة المهمة الأخيرة اللي اتقالت، أنا بس بنبه إلى خطأ وقع على صفحة الحوار الوطني على الفيسبوك يتعلق ب زميلنا الحبيب والعزيز الأستاذ نجاد البرعي، اللي نتيجة الخلط في سرعة التفريغ والخلط بينه وبين رأي آخر فيما يخص موضوع الحبس الاحتياطي والمحبوسين احتياطيا نسب إليه شيء لم يقل. والمستشار محمود فوزي يعني راجع الأمر مع الأمانة الفنية وقدم اعتذارا للأستاذ نجاد البرعي في جلسة مجلس الأمناء عن الخطأ وتم تصحيحه، وأنا هنا باسم حضراتكم بعيد الاعتذار للأستاذ نجاد وأنه لن يتكرر، لكن سامحونا ما هو ما كانش فيه حوارات قبل كده بالطريقة دي فهنغلط. فدي الحاجة. الحاجة الثانية، وأنا بنتقل لأسئلة الزملاء، بيان مجلس الشيوخ واضح تماما. السيد رئيس الجمهورية قبل بيان مجلس الشيوخ قال في تصريحاته سترفع المقترحات التشريعية من سيادته، سترسل إلى مجلسي البرلمان، وأن أدوار مجلسي البرلمان هي التشريع والرقابة. الحوارات موجودة، ليس هذا الحوار مسبوق في الحياة السياسية المصرية، ولذلك آليته
ليست خارجة عن المؤسسات الدستورية، هي خارج المؤسسات الدستورية لكنها متكاملة معها. لن يخرج مقترح تشريعي من هنا إلا لابد أن يمر عبر السيد رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب مجلس الشيوخ. وبالتالي بيان السيد رئيس مجلس الشيوخ كان بيانا حقيقة يعني يحيى عليه في ترحيبه بالحوار وتحديده. يا يحيى سيادة الرئيس يعني الحقيقة لقاء أو الاتصال به أمر لا يحتاج إلى تواصل واتصال مباشر. سيادة الرئيس آخر لقاء عمله وشفتوه على التلفزيون كان واضح فيه فيما كنا واضحين فيه اليوم، وهو محدد بمحددات الحوار أن من يقتل أو يقاتل لا يتحاور، وبالتالي سيادة الرئيس بيضع مبادئ عامة الباقي متروك لينا. والدليل يمكن بقول لحضراتكم بشكل واضح أن مجلس الأمناء الحوار اللي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي شكله مجلس أمناء الحوار نفسه مش قرار جمهوري في سابقة هي الأولى، بأنه هذا المجلس مستقل بيشكل نفسه ضمن المبادئ العامة أنه حوار للمصريين دون استثناء أو تمييز حول أولويات العمل للوطن. ده كلام الرئيس، وكلام الرئيس إحنا ماشيين معاه بنطبعه. المسارات، وهنا عايز أوصل ليعني نقطة رئيسية. المسارات طبعا هي بحسب زي ما قلت المحاور اللي هنمشي فيها وحسب الفترات، لكن في مسار مغلق، مسار مسدود، مسار لن يتم الاقتراب منه لأنه أساس الشرعية دستور مصر ليس مطروحا في أي مرحلة ولا في أي توقيت في هذا الحوار للنقاش حوله. الدستور هو الذي تقوم عليه شرعية الحكم، وشرعية الحكم هي أكثر من هذا في الدستور 2014، هي شرعية الدولة بعد الإطاحة بحكم الاستبداد الإخواني. وبالتالي هذا الدستور محترم من الجميع، إجماع على أن لا مساس به، لا يوجد على جدول أعمال الحوار شيء يتعلق بالدستور عدا إعمال الأحكام التي أتت به. بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا.